السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. الجمعه كالعاده عارفيني، والمسابقه بنحاول نكون مع حضراتكم كل اسبوع باثنين مختلفين، اثنين متسابقين متنافسين، يعني حلوه متنافسين دي. اثنين بيتنافسوا مع بعض، بيعملوا اكل كويس جدا ايا كان العلاقه ما بينهم، كان زوج وزوجه، اخت واخ، خاله وبنت اختها. هو ده الغريب بالنسبه لي النهارده، الخاله وبنت اختها جايين يعملوا مع بعض مسابقه. احب ارحب بضيوفي الاستاذه وفاء، يا اهلا بيكي اتفضلي، والاستاذه هند، يا اهلا بيكي اتفضلي، منورينا. اخبار حضراتكم ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام الحمد لله. يعني انا مستغرب العلاقه اللي ما بينكم، انت خليتها ازاي؟ اخت مامتها. اخت مامتها، الكلام ده راضيكي؟ ايوه. وانت موافقه بقى اعمل ايه؟ انتوا الاثنين اصغر من بعض ولا اكبر من بعض؟ ولا انا اصغر منها بسنه. شكلك اصغر منها، ولا هي اكبر منك؟ لا انا اكبر منها بسنه. ماشي الكلام. طيب هتعملوا لنا اكل ايه النهارده؟ كوسه بشاميل وطاجن لحمه. كوسه بشاميل وطاجن لحمه، وايه كمان؟ ورز بشعريه. ورز بالشعريه، وحضرتك؟ برضه طاجن بشاميل وطاجن خضار باللحمه. طبعًا. ورز بشعريه. المسابقه هتبقى مسابقه بجد وحقيقي، ولا هندعم الناس النهارده معانا نقعد نساعد في الفواصل ونقعد نغش من بعض وفي الاخر نعمل ايه؟ لا نقول من اولها اهو عشان نبقى واضحين. لا ان شاء الله هتبقى مسابقه مسابقه، ولا تبقى مسابقه جامده في الاخر نبقى حلقه تعليميه؟ احنا مش عارفين بعض اصلا. مش عارفين بعض. حلو قوي الكلام ده. خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف النهارده المسابقه من نوع مختلف، من طعم جديد. اتفضل يا استاذ. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه ومع ضيوفنا وفاء وهند. طيب نبدا باليمين، الاستاذه وفاء، ازي حضرتك؟ تمام. اخبارك؟ تمام. وانت شغاله هنتكلم. ماشي. لو انت ما تعرفيش تتكلمي وانت شغاله ممكن نوقف، او يعني انت حباه؟ لا نشتغل بقى. نشتغل. طيب قولي لي بقى اخبار الاكل معاكي ايه؟ هضيف دلوقتي الزبده. اللي يا فندم؟ اللي ايه؟ هحط الزبده. حط الزبده. تمام. هتعملي ايه بقى؟ طاجن اللحم. طاجن اللحمه بالزبده. اه حلو قوي ما شاء الله. انت بتضحكي على ايه؟ مبسوطه شويه. كل دي زبده عشان طاجن اللحمه؟ بجد والله؟ تحب الزبده كتير ولا وقعت منك؟ لا بحطها. قولي الصراحه. لا لا كتير بامانه. طب ننقص منها عشان الشرايين والكوليسترول، ما انت عارفه احنا برضو ساعه صبحيه ما نضمنش الظروف. ايه رايك ننقص منها لو هي وقعت منك؟ لا هي ما وقعتش، انا حطها كده. انت يعني انت عايزه تستنى كتير زبده كتير؟ اه. شايفه انا صح يعني؟ يعني انت شايفه ايه؟ صح صح. ننقص منها. انت اللي انت حباه. ها خلاص سيبها كده. خلاص ماشي. ماشي همشي وراكي بس يعني ايه. تمام براحتك. قولي لي بقى انت شو حاطين الزبده الكتير دي تحطي فيها ايه؟ دي اللحمه. اللحمه. مالك صوتك وقت ليه ومتضايقه ليه؟ اللحمه. اللحمه ايوه كده. اللحمه ايوه. عايز تعلي صوتك كده عشان نسمع حضرتك. قولي لي بقى اخبار الدنيا معاكي ايه؟ الحمد لله. الحمد والشكر لله. طبيعة عملك ايه؟ دراستك ايه؟ عايشة مع مين؟ ايه الدنيا؟ عايشة مع جوزي. تمام. تمام. وعندي روضة. ما شاء الله. بس. ما بعملش حاجة. خالص. خالص. طب شغل مفيش؟ ولا شغل ولا نبي جدعة. حد يروح الصبح ينزل الشغل ويرجع. الوجع قال. فعلا. طب قولي لي زوج حضرتك أخباره ايه في الأكل؟ اه بيحب الاكل جدا ما شاء الله. وانا معذباه بصراحه بعد كده. معذباه الى حد ما. ليه بقى؟ يعني ساعات بقى الاكل ايه ممكن اكتر، زي ما انا حطيت السمنه كده مثلا. فتخليه يكون دايما يعني بيلجا للحاجات اللي ليها علاقه بالحموم. بالظبط. جالي على طول على الحموضه والحاجات دي اكيد يعني الراجل. ممكن تكون هي دي التعذيب بالنسبه لك ولا لا؟ لا هو ده التعذيب. تمام ماشي. وايه كمان؟ بس عادي ممكن احرق الاكل برضه. تحرق الاكل؟ ربنا يستر وما احرقوش النهارده. طب انت جايه تعملي مسابقه النهارده ازاي وانت بتحرقي الاكل في البيت؟ لا ده في اول الجواز. في اول الجواز يا عم. انا بتكلم دلوقتي استكول. لا دلوقتي هو اللي فات. اللي فات مات خلاص، احنا اتعلمنا وبقينا زي الفل دلوقتي. لا دلوقتي انا خلاص بقى عديت وبقيت يعني متمكنه اكتر ما شاء الله عليكي. بالظبط كده. حلو. بتعملي اكل ايه في البيت بقى؟ ايه طبيعه اكلك؟ كل حاجه. شرقي ولا غربي ولا بتلعبي في الالافرانكا ولا ليكي في الشعبي اكتر؟ لا يعني ممكن عادي اعمل مكرونه بشاميل. مكرونه بانيه يعني رز. مكرونه بانيه.
مكرونه وبانيه اللي هي مكتوبه في القايمه دي، معروفه في كل المصريين. مكرونه وبانيه دول تلاقيهم مع النيش موجودين في القايمه. اه ماشي هزار. اه رز وملوخيه. رز وملوخيه، بسم الله ما شاء الله، حاجات غريبه وحاجات جديده ومش كل الناس بتعرف تعمل الحاجات دي. الله اكبر عليك. هروح لهند. الله، ايوه هند بقى، شكل البصلايه كده بتضحك مع الزبده، يعني في لعب كتير. اخبارك ايه؟ الحمد لله والشكر لله دايما يا رب. قولي لي بقى، اخبار الاكل معاك ايه في البيت، واخبار جوزك ايه، واخبار الدنيا؟ كويسين الحمد لله. الحمد والشكر لله، بنعمل كل حاجه، بعمل اكل عادي يعني، ما فيش اي مشاكل. تمام. رز برده وملوخيه وفراخ بانيه ومكرونه وصواني. ايه الصواني؟ سمعت عنك بقى، بيقولوا لي ان انت بتحب الطواجن، وانت قلت لي من شويه بتاع الطواجن وصواني. هو مفيش توم هنا؟ في توم. فين التوم؟ اهو يا فندم، ده توم انا عم ادور عليه. ده توم مفروم. هو ليه حضرتك طافيه البوتاجاز وانت شغاله؟ انا مش طافيه والله يا مطفي. اهو بجد؟ اه والله. عشان بس ما ضيعش مجهودك، لحظه هشغلك النار. قولي لي بقى، نعم، جوزك اخباره ايه في الاكل؟ ملوش قوي. ملوش في الاكل؟ اه. ليه بقى؟ مش عارف. وبعدين عنده يعني صواني وحاجات حلوه أكيد. عنده مشاكل يعني في معدته وكده، ملوش في الاكل ده مريحك؟ لا مش ببقاش عارفه اعمل حاجات يعني، ما بياكلش طبعا، اكلته ضعيفه جدا. كده بس يعني. برضو مريحك من الناحيه الثانيه. ايوه الناحيه الثانيه مريحك من طلبات الكتير بتاعه الصواني والطواجن والخرفان. أيوة ملوش في الكلام ده. ايه ملوش في الكلام ده قوي يعني. اه يعني ياكل حاجات خفيفه يعني. ايوه. طب حضرتك بتحب تعمل اكل ايه في البيت بقى؟ برضو رز وخضار وطواجن، برضو لحمه بخضار في الفرن ومكرونه بشاميل وصواني رقاق. ما شاء الله انت لما المطبخ الشرقي كله. محشي. مين علم حضرتك المطبخ؟ محدش، انا اتعلمت مع نفسي كده. مع نفسك. مامتك اخبارها ايه؟ اخواتك اخبارهم ايه؟ الحمد لله كويسين. الحمد لله. بيعملوا ايه في الاكل بقى؟ اخبارهم ايه في الاكل؟ كويسين برضه، يحبوا الاكل ما شاء الله كله يعني. انا عارف، انا بتكلم يعني إيه مين فيهم ايه؟ لا انا معاك يا شيخ. ماشي، انت في حد معانا تاني؟ واحنا في الوقفه دي في حد تالت معانا؟ لا مع حد تاني. ممكن معاك الاير بيس وانا مش واخد بالي بس. ماشي. لا انا قصدي اخبارهم ايه في الاكل يعني. دايما في بعض الامهات والاخوات طبعا اللي هم شطار جدا، فبيعملوا بقى حفلات، بيعملوا اكلات في البيت كتير، بيعلموا اولادهم بطريقه مختلفه عن أيوة بعض الناس. ده الاسئله اللي بسالها يعني. ماما شاطره في الاكل جدا. ايوه هات كده سيرتها الحاجه طبعا. بتعمل ايه؟ تنسيها يعني. بتعمل انت لوحدك ازاي اتعلمت المطبخ يعني؟ هل انت دخلت المطبخ عرفت الكوسه والبطاطس لوحدك؟ رديك الكلام ده؟ نعم. بتقول لك انا عرفت لوحدي المطبخ. هل ده رضيكي؟ قولي له يا مش حقيقي. مش حقيقي، انا ممكن اعمل لك حاجه. انا اللي بقلمك. تشكريني عليها. أوه. لحظه واحده. لحظه. خليكي تشكريني عليها. اوكي. شوفي قد ايه بقى انا بحب دايما ادلع المتسابقين. اتفضلي يا بصراحه يعني. بامرك. هو ده فلفل؟ لا دي مكعبات مرقه. عايزه فلفل اسود؟ ايوه. اهو الابيض ده. فين الابيض؟ انا عايزه طاجن. لا والله يا فندم مش ده. نعم؟ طاجن. احطها بقى في الفرن. لا قصدك على ده؟ اه. حضرتك عايز طاجن ايه؟ دخلي ايه؟ الطاجن اللحم. اوامرك، لحظه واحده. طاجن ولا بايركس؟ خلينا بايركس عشان نشوف كل حاجه. اوكي. حلو البايركس، يبقى مبين كده كل حاجه قدامنا. مبين. حاجه بتتاكل قدام عينا في النار وبتاع. منظر رائع. طب اساعدك؟ لو انت قلقانه انا ممكن اساعدك. عايز حضرتك بس في الطاجن صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو. شوف يا شفيق الدلع، شوف الكلام يا شفيق. طاجن لحمه بالخضار. لحمه بالزبده. حلوه. ها ماشي، اما نشوف يمكن طريقتها حلوه. بهرتي؟ اه اكيد اكيد يعني، نسيت الملح بس. انت بهرتي؟ اه انا بتاكد معاكي. بتاكد نسيت الملح. نسيت الملح. ينفع استخدم دي برضو؟ عرفت ازاي؟ اعترف. كل ده ملح عادي جدا بالنسبه لك. اه لا انا بحط والله العظيم ثلاثه. على قد الكلام ده كله في الاخر اي حاجه هقولها تطلع اي كلام والله ما هسكت. اللي انت خلاص؟ اه. انت متاكده ان تقليب الملح اللي حضرتك حاططيه خد كل حته في الطاجن؟ جوزي بره بقى كده يعني ايه؟ جوزك بره؟ هات لي جوزها على التليفون. هيقول لي فاشله فعلا. لا مش فاشله، انت احسن من الفاشلين بسم الله ما شاء الله. انت رضيك اللي بيحصل ده؟ لا ما يرضينيش. ممكن اقلب، عايزه حاجه احط ده فيها. ليه؟ عشان احط اللحمه مكانها. اللحمه كده تقلب بقى تمام. لو حبيت ده تحت امرك. اتفضلي. شكرا. خلاص ده دخل الفرن. ايوه. اتظبط بالبهر. البهر. ماشي الكلام. ماشيين ورا حضراتكم لحد اخر الطبخه. بس انت جدع ان انت عملتي اول حاجه اللحمه عشان الصلصه تبقى سبكه فيها كده. نرجع لحضرتك.
نعم. حضرتك كنا واصلين لحد مامتك علامتك في المطبخ. ووصلت لك الامور برضو. دي كوسه بتشوحها. ايوه صح كده؟ شكلها حلو. فص توم وبصلايه وفلفل واسود صح كده؟ ايوه جميل جدا. ما عنديش زيت تاني ليك على فكره. ايه؟ الربع كيلو بتاعك خلص النهارده. ايه ده؟ عندي زيت ليك تاني. خلاص؟ اعملي حسابك كده يعني. نرجع لحضرتك. فانت اتعلمت المطبخ من مامتك وبقيتي تمام. ايوه. طب عايزه معلقه كبيره؟ اصل انا مش عارفه اتعامل مع المعلقه دي كده، حاسه انها كبيره جدا. عايز اي معلقه؟ الدرج ده كله معايا. بعد اذن حضرتك كده؟ ايوه. اتفضل. نقي المعلقه اللي حضرتك حباها. لا خلاص سيبه سيبه. اسيب الدرج خلاص ماشي قلقانه منه انت. طيب جوزك انت قلتي ملوش في الاكل الدسم كتير او الاكلات اللي تكون تقيله، فبتحاولي دايما تعملي أيوة. اكلات خفيفه مسلوقه التركيبه دي. ايوه. جميل جدا ماشي. خلينا نروح وشوف وفاء تعملي ايه. وفاء بعمل كوسه بشاميل. جميل جدا. عملتي ايه بقى في الكوسه البشاميل؟ شوحت الاول الكوسه. جميل. وبعدين احط بصل. هو في حاجه غريبه في الحلقه ولا انتوا اغراب عليا ولا انا غريب عليك؟ مالكم في ايه قافشين كده ليه النهارده؟ مش كده. لا لا اول لا. مره بقى. لا مش احنا كنا قبل الهوا زي الفل. ليه يعني ليه الناس بتتفرج علينا عشان تتبسط وتستمتع؟ انا عمال اجيب الكلام شمال في يمين. قول بس قول واحنا ما انا بقول بقول لك ماما وبابا عاملين ايه في الاكل؟ تقولي كويسين الحمد لله والشكر لله. طب اعمل ايه طب يا جماعه؟ اجيب منين كلام تاني؟ انا مش مذيع، انا طباخ يعني، انا بتاع اكل يعني. انا مش في الاكل وانت مش عايزين تديني مساحه في الاكل. قول قول بس قول. اقول ايه؟ انا مش راديو. انا بقى انا 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 برضو انا ما بتكسفش والله. ده انا هقول لك ايه. طيب انت ليه حاطين زبده في اللحمه المفرومه؟ مش عارفه. طب ليه هي حاطه زبده باللحمه المفرومه؟ مش عارفه انا. امال مين اللي يعرف؟ بتعمل حاجات غريبه والله. طيب انت بقى من شويه بتقولي لي ان انت اشطر منها في المطبخ. لا لا ما حصلش. هي شاطره برضه. هي شاطره. وكل يوم بتكلمي على الموبايل، مش حصل مني الكلام ده؟ مش انت اللي قلتي كده ولا انا؟ انا اكيد مش هتبلع على حضرتك. صح. حتى جوزي بيقول لي مراتك الثانيه وجوزك اللي هي فندم. حتى جوزي بيقول لي جوزك الثاني اتصل. اول ما زوج حضرتك بيقول لك ان جوزك الثاني اتصل. ان هي بتكلمك كل يوم على الموبايل 24 ساعه في اليوم. وجوزك بيتضايق؟ لا والله مش بيتضايق. لا عادي. عادي. طب انتوا ليه باين عليكم مش حابين بعض؟ ومع ان انتوا قرايب واخوات. ده حبيبتي والله. مش باين. ازاي؟ حتى المشاهد اكيد مطلع على هذا. طب جوزك اسمه ايه؟ محمد. محمد اخباره ايه معاك في الاكل بقى؟ تمام. يعني راضي ولا الراجل لا بيتعب؟ لا لا بيشكر طبعا في الاكل بس الله اعلم من جواه ايه. يعني جوزك اسمه محمد. وانت جوزك اسمه ايه؟ محمد. طب ما شاء الله يعني انتوا اخوات وجوازكوا برضو ما شاء الله اساميهم تمام زي الفل. طيب محمد اخباره ايه في الاكل؟ لان محمد شكله غلبان في الاكل. بس اكيد بتعمل حاجات بايظه. لا بصراحه بعمل، انا كنت بعمل حاجات بايظه. قول الصراحه عشان ننجز، عشان انا عايز اخلص. بدات تنجح معايا. ايه؟ مش بعرف اسوي المحشي، كان دايما يطلع مالي. انا ممكن بقى اتاكد من الكلام ده من مين؟ من محمد. يا محمد حلو. الو مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير. ازيك شيف علاء؟ ازي حضرتك اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا فندم. انت منورنا والمدام طبعا مشرفانا ومنورانا. فاحنا متكعبلين في بعض الاسئله لان المدام غالبا يعني هايبه الكاميرا وتقول الاكل مش عارفه ايه وحاجات كده. انت اكيد في البيت كلت طبق حلو منها واكيد كلت طبق مش حلو منها. ممكن تقول لي الطبق ده ايه وطبق ده ايه وموقف ده ايه وموقف ده ايه؟ طبعا يا شيف علاء احنا قعدنا سنه كده بعد الجواز ناكل اكل طبعا ني شويه مستوي شويه. بس الحمد لله بعد السنه الاولانيه بقت طبخه هايله. جميل. بقت بتعمل حاجات جميله بشاميل. بس هي النهارده يعني عامله حاجات صغيره ليه؟ بتعمل حاجات كتير جدا يعني. بتعمل حاجات كتير جدا؟ طبعا. يعني هي مش واخده على كده قصد حضرتك مظبوط؟ يعني هي مش واخده على كده يعني. الحاجات اللي عاملاها النهارده دي حاجات صغيره يعني، كنا عايزينها تعمل حاجات اكتر من كده. يعني هي بتعمل حاجات اكتر النهارده، حاجات مش قد المقام، ده اللي قصدك عليه. وبالنسبه للزبده برضه هي بتحط زبده كتير وحاجات كتير، كل حاجه الخير موجود يعني، بتحط كل حاجه بزياده. النهارده شايفها انت كده ماسكه نفسها شويه. عايزه اشوفها قالت. طب ما يمكن بتوفر لي. لكن في عندك انت ما تتفرجش. لا ربنا يخليها لك يا فندم ويحفظها. احلى اكل في الدنيا بعد الست الوالده هي زوجتي. طبعا ربنا يحفظها لك يا رب ويخليها لك دايما. الله يخليك. طب تحب تقول لها حاجه هند؟ ربنا يوفقك كده وعايزك تشرفينا، وانت النهارده عملت حاجات بسيطه، انا كنت عايزك تعمل حاجات اكتر. ماشي يا حبيبي. لا حاجات كتير ايوه والحمد لله، والخير كتير والحمد لله. ربنا يوفقك ان شاء الله. بشكرك جدا محمد زوجة الاستاذه هند علي، بشكرك جدا شكرا جزيلا. انت طبيعه عملك ايه؟ دراستك ايه؟ معايا السنة، خدت السنة وقعدنا بقى في البيت، قلنا كفايه كده تعبنا. خلاص انت درستي وما اشتغلتيش.
لا اتجوزت على طول بقالي 8 سنين. ما شاء الله. محمد ما فكرش مره مثلا يخش المطبخ يعمل اكل لحضرتك؟ اوقات وانا والده. وانت ممكن اشغل عليك النار برضو؟ ماشي معلش عشان برضو انا ممكن اقلب ده احطه في حاجه بقى اللي انت خلاص انت عايزه. حاضر عينيا الاثنين. كملي. ده كان عملك ايه بقى قبل كده اكل؟ وانا والده بقى بيعمل الحاجات المسلوقه. المسلوقه لحضرتك فرخيه يا حبه شوربه بتاع راجل والله محترم. وساعات بيعمل رز يقول انا اعمل حاجه. في ساعات يعمل حبه رز حلوين كده برضو. بصراحه انا بحب الحاجه اللي بيعملها تبقى جميله من ايده. والله يعني كتر خيرك، كلام جميل وكلام يعني. بس برضه ما تحاوليش تخليه يخش المطبخ كتير. لا ما بيخشش ده نادرا يعني، اما ابقى بره ابقى في حاجه كده يعني مش عارفه يعني. هو الراجل يعني ما بيفرقش معاه حوار المطبخ يخش. لا لا مش على طول برضه يعني، اقول لك من سنه ممكن دخل المطبخ. من سنه؟ لا يعني هو بمزاجه، هو يقول انا عايز اعمل انا. انا هفت بقى في دماغي وانوينت بقى. جدع ما شاء الله. طيب وحضرتك يا استاذ وفاء؟ ايوه. طب لو سمحت اخباره ايه بالاكل؟ لا بيحب الاكل. ما يعملش اكل؟ ساعات بيعمل. يعني لو عمل اكل يكون كويس ولا نص نص؟ لا كويس. بيعمل اكل كويس. بيعمل اكل كويس. تمام جدا حلو. وانت دايما بتعملوا الاكل كويس ولا نص نص؟ لا بقيت الحمد لله يعني عامل كويس. قبل احسن من الاول شويه. احسن من الاول. بتقول مين يا فندم؟ نجيت اتعلمت الاكل من مامتك ولا من مين بقى؟ لا من حماتي. من حماتك؟ علمتك الاكل كويس يعني؟ طب ومامتك؟ لا مامتي متوفيه. الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. فحماتك يعتبر مامتك وهي علمتك الاكل. حاجه صباح. الحاجه صباح. يا اهلا بيكي حاجه صباح. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. يعني بنتشرف بمكالمتك علينا طبعا. والنهارده معانا الاستاذه وفاء والاستاذه هند. هم اولادكم يعتبر او اولادك بالاخص. بتشهد لك ان انت علمتيها المطبخ. هي بنتي وحبيبتي واكلها جميل. ربنا يخليك ويديك الصحه طبعا. انت الاساس. ربنا يخليك. انت رايك ايه بموضوع الزبده الكتير في الاكل؟ السمنه الكتير؟ لا الحاجه المظبوطه تبقى حلوه. لكن الكتير بتبقى مش حلوه. طبعا. ادعي لي بقى عشان في طاجن لحمه دخل الفرن فيه ربع كيلو زبده صافي. ربع كيلو؟ والله اساليها فضلت خيرك ضربت البوله في الحله ساحت في لحظتها وجريت على طول على جوه قتلت الدار. هتطلع على وشها هتشوفيها في الاخر هتشوفيها. واكلمها تقول لي هو كده يعني ده اللي عندي. هي بس تطلع عشان خايفه بس. ولا خايفه ولا حاجه ما شاء الله. دي طبقت نص الاكل وخلصته بسم الله ما شاء الله شاطره. احنا هتشرفنا يعني ولا ايه؟ طبعا 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 ان شاء الله يشرفونا هم الاثنين. طيب تحب تكلمي وفاء مع حضرتك يا فندم؟ نعم. وفاء مع حضرتك سامعاكي حضرتك لو حابه تكلميها. اقول لها خلي بالك يا وفاء عشان تشرفينا بقى عشان يعني تقولي حماتي معلماني يطلع الاكل حلو. ان شاء الله يطلع حلو. عشان 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 ابن حماتك اللي هو جوزك مش هيسكت. طبعا. تمام يزيد فضلك بشكرك. وبعدين بيحب الاكل. بنشكرك جدا يا فندم وشكرا لحضرتك. شكرا جدا ليك. انا هقف عند الجزئيه دي وعندي فاصل. قبل الفاصل لحظه واحده اعرف انتوا بتعملوا ايه وهتعملوا ايه. انا هعمل البشاميل. هتعمل البشاميل في الطاسه ولا في حله؟ لا مش عارفه ما الحله فيها حاجات. نجيب لك حله جديده؟ لا ما هو هيقضي يعني في الطاسه. تمام. ايوه هيقضي اللي انت حباه. تمام. ده حضرتك البشاميل هي بالنسبه دي زبده مثلا خلصانه باللحمه المفرومه. ليه حاطه في اللحمه المفرومه فلفل احار؟ انا حطيت حتتين كده يعني يدوا نفس كده وينسوا الطعم. لو حصل حاجه في الامور السبايسي بيعدي والنبي يقول ايوه كده شاطره جدع. وانت؟ وانا هعمل بشاميل بس عايزه الزبده طبعا خلصتها الحمد لله. الزبده خلصتيها جميل جدا ربنا يبارك لك يا رب. وايه كمان؟ وايه كمان؟ خلاص احطها في الفرن بقى. ماشي الكلام. اوكي هنطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل نواصل ونشوف اخبار الاكل ايه. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب في الفاصل حضرتك بتحمري الشعريه. ايوه مظبوط. تلقي الشعريه الشعريه وبعدين ايه الشعريه للشعريه. تمام للشعريه للرز لو حابه الرز انا ممكن. تمام ماشي. حضرتك وصلت لحد فين؟ بحمر الشعريه وبعمل البشاميل.
تمام جدا. ايه موضوع النائر والنيل ما بينكم انتوا الاثنين؟ يعني ليه يعني؟ وان انتوا يعتبر يعني اخوات. ايه الفكره؟ مش عارف. مفيش فكره. ده كده حب. النائر والنيل ده ما اعترضش يعني، مش بنزعل من بعض، ده حب يعني. ما بتزعلوش من بعض؟ لا لا طبعا. ومقضينا كده عادي. هل بتضايق حد الحاجات دي ولا انتوا بس؟ لا بتضايق جوزها. ايه؟ بيضايق جوزها هي عشان انت يعني منافسه ليه. ربنا يخليكم لبعض وتدوم المحبه ما بينكم، لان هي دي الاخويه. ايوه طبعا. فانتوا دايما يا رب يكون ما بينكم حب كده واخويه لمدى الحياه، لان الاخوات طبعا اكيد مش بس الاب والام اللي خلفوهم، اخوات هم الصحاب وهم القرايب، اي علاقه تكون هي اختي وكل حاجه بالظبط. يعني ربنا انا هشوفي بحنن عليك ازاي؟ شوفي هي لا من غير انت مش عايزه تنطقي. هي اختي وكل حاجه، بس انا ما يعني هقول لك ايه؟ هو من غير كلام هي عارفه طبعا انا بحبها قد ايه يعني. بنعمل كوارث كتير مع بعض محدش يعرف عنها حاجه، احنا اعترفنا اهو ليهم. ايوه. وبتمشوها كده كوارث يعني. بنعذب عيالنا معانا واحنا رايحين نجيب حاجه. ايوه. بنلففهم المحلات كلها، بعترف قدام جوزي هيعذبنا لما اروح. يعني بنتي بقت تكره المحلات. بنتك انتي؟ اه. ليه بقى؟ بتشوف اي محل خلاص بقى عرفت اللي احنا هنتعذب جوه. هتعذبه جوه. من هند. من هند. هند اللي تحب تتفرج ما تشتريش. لا يعني بتشتري بس لازم نشوف كل المحلات. نعدي على الدنيا كلها. بالظبط. وبعدين ايه اول محل دخلنا شفنا فيه حاجه وعجبتنا، بعدين ايه نرجع له تاني. بعد ما نكون لفينا بقى المحلات كلها. عليك يا وفاء، اخفى عليك. ايوه ما شاء الله. فضحتيني. لا خالص، دي عادات وتقاليد. قولي بقى بتعملي ايه هنا؟ هعمل احط اللبن بقى على البشاميل. تمام. هو خلاص كده متهيألي يعني. متهيألك؟ قبل ما تتهيألك اتأكدي بس والنبي. اه. عشان التهيؤات دايما ممكن تخليكي في حاجة تانية خالص. أكون بس عايزة أحلو يعني. عايزة مرقة عينيا؟ حاضر عينيا. اتفضلي المرقة بتاعت حضرتك اهي. خدي اللي أنت عايزاه. تمام. كده حلو يا شيخ؟ أنا باخد رأيك أنت، أنا بالنسبة لي تمام. أيوه. استنى بس عشان الله شوف الشغل الصناعية ده، ايدين الاتنين شغالة في حتة. الله أكبر. مش عايزة مضرب؟ لا هتعمل بس مش عارفة أحط بقى. أنا طرطشت؟ لا ولا يهمك، ما تشغليش نفسك. أنا عايز تكوني تمام. عارفة البشاميل لو كلكع إيه اللي هيحصل؟ البشاميل هيبوظ. لا ما تقلقش. أنا مش قلقان. خليها أنا مسيطرة. البشاميل يعني عشان إيه حد فينا يبوظ؟ ما هو يعني حد يفوز. أنا يعني فهي بقى إيه؟ شايف إن المستويين يعني في اختلاف. انت خلصت الرز بسرعه، هتسيبيه يتشرب شويه. طبعا. والبشاميل اللي حضرتك هتخش فيه ان شاء الله دلوقتي. بالظبط. صح كده؟ جبنا لك زبده ثانيه، دي البوله الثانيه لحضرتك في الزبده. صح كده؟ صح. البوله فيها ربع كيلو، انت بتشتغلي طبخه فيها نص كيلو زبده. سعيد. جميل. طيب هشيل لك دي من هنا عشان تشتغل بيها برضو. اتفضلي. جميل جدا. وهتعملي البشاميل. بالنسبة برضو لأخت جوزي هاجر متعقدة عيني مني. اللي مين يا فندم؟ أخت جوزي. أخت جوزك هاجر. اه. تمام. متعقدة مني عشان بعمل دايما الرز بالكبد والقوانص برضو الزبدة خارج الرز. خارج الرز، تحس إني يعني بترول. اه بس في الآخر بيبقى طعمه حلو. طعمه حلو. اه. في الآخر. إلى حد ما. طب أنت ليه بتحب الدسامة أو ليه بتحب الحاجات التقيلة؟ مش عارف. يعني ده لإيه ده كله؟ للبشاميل. للبشاميل. جميل جدا. كده مش كتير على فكرة، مش كتير كده، خفيف خالص. خفيف. اه ماشي. جميل جدا. بس يعني شايفك ان انت يعني بتعملي البشاميل على نار هادية يعني، ولا انت بتعليها؟ هي اصلا يعني مش شغالة. لا هي شغالة. شغالة؟ شغالة شغالة. طيب هتعملي البشاميل الداخلية على طول كده، فاضلك ايه تاني؟ انت خلاص كده يعتبر خلصتي. اه بس جميل جدا. وحضرتك وصلنا لحد فين؟ ميه. عايز ايه يا فندم؟ على الرز. اه اتفضل. ادي الميه اهي، الميه السخنه والمرقه. وحضرتك عندك المغرفه ولا اجيب لك مغرفه؟ اهي اهي. ايوه دي. خلينا نبص ونشوف ايه اللي في الفرن. ده طاجن، ده شغال مش شغال حاجه خالص. ها جميل شكله باين. ونشوف الناحيه الثانيه برضو. يعني امتى يا شباب نقدر نطلع الحاجات دي؟ اه اجي ابص مثلا اللي تحبيه. انا شايف ان هو يعني على وشك. هل انت شايف ان هو تمام ولا محتاجه ايه؟ خمس دقائق. خمس دقائق كمان. تمام جدا. ماشي حاضر. وحضرتك شايفه شويه؟ شايفه ايه؟ الطاجن. لا مش شايفه حاجه خالص. طيب ماشي. اروح ابص عليه يعني؟ اه انت حاجتك يعني. انت عايزه معلقه بس. عايزه ايه؟ معلقه. معلقه كبيره ولا صغيره؟ كبيره.
حاضر. ما حبه صغننين كده وهيتشال. معلقه كبيره لحضرتك. معلقه كبيره لحضرتك. ده زيت. ده ملح. ايوه. المفروض ده زيت. ده زيت زيتون. ده زيت عادي. ده زيت عادي. هو انا حطيت ملح هنا؟ انا مش فاكر. مش فاكر. يعني نجيب الكاميرات ونرجع بيها شويه؟ انت قولي لي بس تحت امرك. يعني ممكن نعمل مثلا فلاش باك كده نفتكر بقى ايام ما كان في ملح ولا مش يعني انت عايز ايه؟ ماشي نرجع الكاميرات. نرجع الشريط ورا يا شفيق. حاضر. صدقيني انت يا. ماشي. ده البشاميل. تلكع؟ لا بالك ان انا خبره. هو خلاص كده خلص البشاميل ده؟ لا هو بالنسبه لك طبعا ما خلص. يبقى نحط لبن تاني. انا بسالك انت خلصتيه ولا لسه؟ عشان ما تنسيش مني. لا لسه. ماشي. اوكي. انا معاكم لحد ما نشوف نهايه الطبخه دي هتوصل لحد فين. خير ان شاء الله. والله ما اجعله خير. ان شاء طب الله. هو كده برضو. هو كده المفروض عالي يعني. عالي والله. والله عالي وسايح الزبده وشوح الدقيق وزي الفل. المهم يخلص يعني يخلصوا يعني. ده بشاميل شكله رائع. انا ممكن عايزه احط عليه. كان في جبنه هنا. في جبنه يا فندم. بس الجبنه دي حط على وش البشاميل. لا انا هحط دلوقتي ما انا هشيله بقى. هتشيليه فين؟ هو ده الطاجن. هحط حبه بشاميل هنا. اللي انت عايزاه. يلا ركزي على طول يلا عشان وقتنا. انا وسع لك اهو. اتفضلي. دي نار اعلى برضو لو حبيت تعلي النار شغاله معاكي. تحطي حبه في النص تقليل مع الـ 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 الاكل. احطها معاها بس كده تقليله. تمام. يدوا نفس يعني. بيدوا طعم. كوسه كده تقلب في وسط اللحمه مع البشاميل مع حبه جبنه يعلوا التست معانا. يبقى كل اللي بياكل يعني بيبقى كله مع كله يبقى كله موجود مع بعضه. مع بعضه. ده كلام مظبوط. انا بحترم كده. بس عايزه اوطي على الرز. عايز توطي على الرز. طيب عايز زرار الرز. عايز على ده. ممكن برضو نفس النظام يتوطى برضو كده اهو. ماشي. عايزه برضو اوطي عندي. عايز توطي على ايه؟ على الرز برضو. الرز عندك الطافيه النار عليه اصلا بجد؟ انا قلت لك حرك الاتش ده. لا ما اهو. حرك وسع ايه كده ثانيه. عايز توطي على اخر درجه مثلا كده. ضربتين كويس زي الفل كده. تمام. يلا هنطلع بالنتيجه قبل ما نطلع الفصل ده ولا نعمل ايه؟ ان شاء الله. يلا. مش تقيل شويه؟ لا حلو. حلو ماشي. هو كان خفيف شويه بس مش كان خفيف. تقلتيه وبعد كده تحب البشاميل التقيل انت؟ لا هو طلع معايا كده مش عارف. اتقله اخففه تاني عادي. يا ليه؟ عشان ده اللي هياكل. بجد؟ أنا مش عارفة يعني. يعني أنا اللي هاكل. هو اللي هيدوق يا هند بقى. بالظبط. أو النبي. طب العين دي شغالة. كفاية ملح. كفاية واحدة بس. معلقتين ملح ليه في الحلة؟ ليه معلقتين ملح؟ ليه بتحب الملح الكتير والزبدة الكتير؟ كوليسترول وضغط. الله يكون في عونك يا محمد. الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. يرضيك كده دورت معلقتين ملح في البتاع. لا مش كتير. انا ما حكيتلكش لسه المحشي بتاعي. ما انا سمعت منك حاجه. انا كل حاجه اسالك فيه معلش. الحمد لله انا ما كنتش بعرف الاول. احنا تمام خير وبركه. لا تمام. قولي لي بقى المحشي بتاعك اخباره ايه؟ انا كنت بعمل خلطه جميله جدا. ايه بقى الخلطه؟ لا ده سر. سر؟ عايزني اقولها لك؟ يعني لو حبيتي. إيه بس تعمل. انا كده كده مش هعمل. بس تعمل بامنك اهو ما تقلقيش يعني. بعملها حلوه بس كنت بعمل بقى البحشي اللي ورق الكرنب. كان الاخر يتاكل بالمعلقه. في الاخر يتاكل بالمعلقه. ده نوع محشي جديد. لا يعني كان الورق بيفك ورز بيطلع وحاجات كده غريبه. ورق بيفك كنت بعمله اقعد بالحله بيفك. بيفك ان يطلع كده من والله معلش انا اسف. تمام. هتضحك عليك الناحيه الثانيه دي. انا مش عارف بتضحك ليه على ايه. طيب لا لا بتضحك عليه والنبي. على يفك بس. على يفك. ما يفك دي اللي هو يفك. ايه المشكله يعني؟ عادي عادي مش مشكله عادي. كل واحد فينا ساعات. ايه رايك كده؟ كده خف. الله اكبر عليك. بسم الله ما شاء الله عليك. حاجه مشرفه. حاجه رائعه. ممتازه. مش طبيعي.
عشان كده. ايه اللي بيحصل عندك؟ انا بشوف برضه. انا بحاول يعني. انت عملت صبغة بعد كده؟ كتير كتير. تمام، حاجة مش أول مرة أهو. لا ماشي. الرز يعني بسرعة ربنا هو البطل عندك النهاردة. الرز بجد؟ أه والله العظيم بأمان. الحمد لله كويس إنها هتطلع حاجة فيها إن شاء الله. كله زي الفل إن شاء الله. إن شاء الله. بتقعدوا تتفرجوا على المسابقة بتاعت يوم الجمعة عندي؟ أه. بتشوفوا المتسابقين ساعات كده بتبقوا رايقوا إيه؟ نعم تمام. بتشوفوا المتسابقين كده وأنتوا قاعدين بتتفرجوا في البيت إيه رأيكم؟ رأينا؟ بعض المتسابقين اللي ما بيبقوش عاملين اكل كويس، مش عاملين بالطريقه بتاعتكم، ايه بتقولي طري عليها يعني؟ ولا حاجه، لان كل واحد بيعمل الاكل بطريقته. بطريقته. يعني انا هند عادي، احنا قرايب واخوات، بس كل واحد ليه طريقه في الاكل. بيعجبك اكل هند؟ اه جدا. اما انت ليه قلت لي في الفصل مش كل حاجه بتعملها هند لطيفه؟ دايما بتعمل حاجات كده شكلها حلو بس في الاخر بتلاقي الموضوع منافسه بقى يعني. حاجات منافسه. تمام. هل رايك ايه في المنافسه دي؟ نعم. انت كلتي من دي قبل كده؟ اه. اكل وفاء جميل. اكل وفاء جميل. اه سبحان الله. المحشي بقى ما حكيتلكش المحشي اللي مش عارف. ما تتكلميش، هعمل هطلع الكلام ازاي يا جماعه؟ قولي لي. المهم عرفت الاخر السر. انا كنت بخلي المحشي بس بخلي الشوربه معديال. ليه؟ بخلي الشوربه تعدي الحله يعني، تعدي سطر اخر سطر. تمام. فكان بقى بيطلع بقى يغلي بقى والرز يطلع ويبهدل الدنيا. جميل. وتاكل في الاخر بالمعلقه. مش بالمعلقه قوي يعني، كان نص معلقه يعني، نص الحله تبقى رز وباقي صوابع. تمام. إيه عرفت بقى السر بقى وخلاص. ايه السر بقى؟ خليت يعني الحله ثلاث ارباع شوربه وما يعديش السطر الاخير الشوربه. عكست الامور، نقصت الميه ما زودتيش المرقه كتير. فهمت؟ بقى جميل بقى. هو ده السر يعني؟ معايا ده السر. شوف سر خطيري ازاي؟ هو ده السر؟ تشتغليني ولا تتكلمي بجد؟ اشتغل. والله طبعا بتتكلم تقولي سر الخلطه. طب. سر الطبخه. لا لا حبه حاجه. ما انا بقول لك كان بيبوظ مني بقى. اه اتفضل. اه كان بيبوظ مني بقى بس يعني. هو فكره المويه بس دي السر ده بالنسبه لك سر؟ اه ده كده. انا كده عملت مصنع انجاز. السر بتاعك شفت؟ ثمان سنين جواز كنت عماله ببوظ في المحشي الكرنب. طب وجوزك كان بيقول لك ايه؟ تسلم ايديك. والله كان لاني بقول لك الطعم ما لا يقاوم. لا يقاوم. أوه. ولكن الفكره كلها نعرف انها. حاضر. عينيا تكون. حاضر. ونروح الثاني. انا هجيب حاجه نطلع بيها. عينيا شكلها مش حلو خالص بصراحه. مش هرد عليك. ده صينيه اللحمه بتاعت حضرتك. كلام جميل. طب يلا هندخل ده الفرن قبل ما. نعم بتاعتي اتحرقت. انت ادرى والله. ها نطلع ايه اللي حصل؟ معلش نطلع نطلعها قبل ما يطلع الفاصل. نطلع برده الطاجن ده. بسم الله. هو ده ما تدوش. اشمعنى ما تجيبوش ده؟ شكله حلو والله. بتاعي احلى. انتوا الاثنين احلى من بعض والله. خلاص احسن من بعض ما شاء الله. بس يا رب الطعم يكون يعني زي الشكل الحلو ده. اه طيب انتوا عايزين تطلعوا فاصل. حاضر. ده هيخش الفرن؟ لا لسه. ياخد لون؟ اه هديله بس. تمام جدا. والرز عندك خلصان وحضرتك دخلت اوريدي الفرن ياخد لون وده الرز خلصان. اوكي تعال نطلع فاصل. بعد الفاصل نواصل وندوق الاكل ونشوف اخبار الدنيا ايه. حاضر. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل الدنيا كانت هيصه. اللي كان بيعمل حاجه كان بيعملها واللي دخل الفرن دخل واللي طلع طلع. خلينا نراجع سريعا كده بالاستاذه وفاء. ده طاجن حضرتك؟ ايوه. خلصان؟ خلصان. مفيش حاجه زي العسل. ها مفيش اي مشاكل خالص. خالص. وده الرز خلصان؟ خلصان ولا لسه؟ لسه دقيقه. لسه شويه. طيب واللي في الفرن الكوسه بالبشاميل. ايوه حمر بس اللون. اه تمام جدا. وحضرتك الرز عندك خلصان ونفس الموضوع. أيوة. الطاجن الثاني وهنا ده. طيب خلينا ندوق بعد ما الحاجه تطلع. لو خلصت الرز يلا. خلصت الرز؟ اه خلاص. طب يلا هاتي. يلا خلاص. خلصت الرز بالمره. سيبي عشان شغل. خدي بالك دي. اه بس انتوا بتحبوا تعملوا دايما الصلصه كده. ها؟ نعم. الصلصة بتحبوها كده؟
هو حضرتك بتعملها ازاي؟ لا انا بتكلم عليكم انتوا. لا انا بتبقى سايبه شويه، بتبقى يعني فيها ميه. يعني كده تبقى فيها ميه شويه كده. انت راضي عندي شويه كده؟ لا ما تبقاش عندي. هو راضي عندي شويه؟ ما تبقاش ناشفه كده، تبقى فيها حبه ميه تحس كيف فيها شوربه. جميل ماشي، هندوق ونجرب. انا مش ماشي. الرز نعم زي الفل، تسلم ايديكي. اهم حاجه الاتقان في العمل. الاتقان في العمل ما شاء الله، انا متفائل. ماشي نجيب معلقه بقى عشان نبدا ندوق. انت هتدوق كمان؟ يلا نروح. نعم والله يلا نروح قبل ما يدوق. لا 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 زي الفل ما شاء الله، واثقه من نفسي. حاجه شكلها زي الفل. نعمل ايه؟ ناكل طبيخ النهارده، حبه رز. مفيش احسن من كده. ده عسل. تسلم ايديكم والله، منورنا والله. ما يتاكلش. حرام عليك. ما يتاكلش طبعا، انا عارف اكلها ما بتتاكلش. عسل هي طبعا عسل. انت والله احسن من الاكل والله، تسلم ايديك والله. بصي هيقتلني دلوقتي. الرز حلو بتاعي؟ مفيش كلام. طب الحمد لله الرز عندك حلو قوي. ني بس يعدي الطواجن دي، وضعها ايه معاك؟ ادوقوها بالمره، احنا لسه معانا خمس دقايق. يلا بالمره ندوق عشان برضو ايه ما تقولوش عليا ان انا راجل ايه بدوق لوحدي. راجل اه معلش، انتوا بتحكموا النهارده معايا، تبقوا شركاء في. اتفضلي يا مفندم معلقه. دوق الرز بتاعك كده بحبه خضار وقولي لي رايك ايه. وحضرتك برضو اتفضلي ست الكل طبعا بعد الاكل. لا والنبي انا بقى انا مش عايز اكل لوحدي النهارده، انا عجبني تشاركوني النهارده. انا هجرب وربنا يستر. الشراكه حلوه. الشراكه حلوه مفيش كلام بالظبط. مفيش دوقوا كده. بسم الله. وقولي رايكم ايه، كل واحده تكون على نفسها. النبي وبامانه الله حياه رويده بنتك. بامانه الله تقولي حق ربنا ايه. هي اسمها روضه. روضه حياه روضه بنتك، تقولي حق ربنا. ما يتاكلش. لا ثانيه واحده. الطاجن حلو؟ اه بس دي حاجة غريبة بس حلوة. لا سيبك من الحلاوة، ما هو مفيش حاجة حلوة أنت قلتيها لحد دلوقتي أو حاجة وحشة. إيه هو اللي أنت قلتيه؟ كله حلو. رز حلو. الرز لا الرز يعني ما استواش قوي. ما استواش أصلاً، ما أنا عارف، بس ما علينا. الرز طعمه حلو. موضوع التسوية ده حاجة تانية. ده طعمه جميل بس ما استواش. الطاجن ده بقى إيه وضعه معاكي؟ الطاجن جميل جداً. جميل جداً. أيوه. طب هنعمل حاجة حلوة قوي بقى، تعالي بقى أنت مطرحها وأنت تقومي مطرحها. يلا انت بصي انا قبل لا 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 من قبل ما ادوق بصراحه. امانة الله لا انت شكلك ان ما عرفت انت شيف بقى. لا انا مش شيف، انا عادي. تقولي انت رايك ايه؟ دوقي بقى اكلها وقولي لي كده فين معلقتك؟ هنيك. خدي معلقتك ودوقي كده اكلها وقولي لي رايك ايه في اكلها برضه. هو عامل كده انت انت عملت في ايه؟ وحش؟ ياي. لا والنبي قولي لي عشان انا بحب دايما اشارك كل الناس. دوقي كده وبسط كده. لا اكل هند حلو. اكل هند حلو. حلو بس اكل احلى طبعا. طبعا. ايه وحش؟ حملم. ما تكذبيش يا هند عشان ايه يعني، مش عشان دي منافسه. ما تكذبيش اولا من ايه. انا حلفتك بالله مش بقى مش حادق. مش ايه ده؟ طب والله بتاعي ولا حادق جدا؟ والله حادق بتاعك. والله حادق. قولي يا شيخ انا ما بقولش، انا لازم تكون تقولوا. اول انت قلت خلاص كل حاجه انا عايز اقولها. لا لا هطلع العيوب اللي هنا. طلع العيوب بامانه الله. بامانه الله عليك عشان انا شايف ان الموضوع يعني بتاعك جميل قوي. لا بتاعك حلو قوي. لا قولي بامانه الله شايفه ايه؟ هادئ. هادئ. الصلصه غريبه يعني في حاجه غلط. تمام وحضرتك بسرعه عشان ننجز. هادئ و ومليان سمنه. اصلا ما فيش سمنه باينه. طب نجيب بقى بالمره اللي في الفرن عشان نقفل الحلقه. شكله ناشف. اه بالظبط. ياي ده ناشف؟ لا مفيش حاجة اسمها ياي، كله زي الفل، خير ربنا كله زي الفل. يلا هندوق مع بعض النهارده كم ده بتاع حضرتك؟ اه شفت حاجة تفرق. الله أكبر حاجة. الله لا لا بأمانة الله شغل أفراح، شغل فنادق. حاجة يعني أستكة. ده شغل فنادق؟ اه شغل أستكة. وده أحلى.
شغل بلدي فندقين مش فندق واحد. شايفه ويعني في الطنيه شايفه ازاي؟ التكليبه وتقعدنا قطع على هدومي. هندوق دلوقتي. يلا هندوق بالمره عشان برضو نقفل بالمره. يلا يا بنتي. طب انا بحبش الكوسه. واحنا واقفين نحس ان احنا برضو. طب انت حضرتك يا شيف ايه رايك؟ انا رايكم وحد يقول رايي بعد. لا لا طبعا انت والله العظيم انا راجل بهزر. يعني هو مصدوم من الكوسه اللي صار معانا. حضراتكم قول بس معلق مين فيكم؟ انا هاكل بالشوكه وهجيب لكم الشوكه عشان برضو ايه ما بقاش ضيع معاكم الوقت. معلش ولا يهمكم خالص. شكرا حضرتك يا فندم. احنا بنعمل ايه؟ بنقيم مع بعض بشياكه وبسط. ارفع كل المعادن دي كلها عشان ما اشغلكمش كتير دول. تمام خلاص كده الرز والبسل ده كده اهو ماشي. تمام هندوق مع بعضنا ايه بقى؟ سخنه ماشي. دوق يا هنا. يلا تعجب. هنسمي بيناكم مع بعض عيش وملح. ايه رايكم في الكلام ده؟ يلا اتفضلي انت الاول. الهنم الاول طبعا. ايه ده يا فندم؟ هجرب. جربي جربي وحضرتك. يلا بس استني ماسك نفسه كده. انت عمال تقول لي سيبيه سيبيه. نعم هندوق. يلا يلا عشان ما عندناش وقت والله. بسم الله ما شاء الله على مهلك. وانا برضه لازم ادوق. طب انا ما بحبش الكوسه اساسا. معلش هنحبها النهارده. ندوقها بس مع بعض عشان نقيم الحلقه قبل ما نمشي. سلام على الزبده كده. أول مرة أكل كوسة وألاقي طعمها جميل. أول مرة أكل كوسة وطعمها تحفة. عسل. عشان أنت اللي عاملاه يا حبيبي. والله يا عسل. مش تنقيلي. إيه رأيك أنتِ؟ أنا لسه ما دقتش. لسه ما دقتيش؟ سخنة. آه سخنة، ماشي. دوقوا من بعض بقى. يلا. كفايه ان انا ادوق. معلش يلا عشان نقفل الحلقه خلاص. والله انا مديها ونروح. دوقي بقى اكلها. شكلها بجد جميل. تعالي بقى انت كمان دوقي يلا عشان نتغدى مع بعض. مش لوحدنا. احنا كده اتغدينا. طب مش قادره. انا دخلت خرجت تاني. كمان طلع عليكي. ايه رايك فيها؟ انا لسه ما دقتش بتاعتي. قولي تتكلمي. لا دوقي انت بس. لا اتكلمي عشان بناء على كلامك هتكلم. ها وحشه صح؟ ما استوتش ونيه. اصبري بقى. وبلعتها بالعافيه يعني مش عايزه يعني. لا 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 وقتك. اولا دعيمه في السمنه يعني. بصي اهو. بصي يا مشاهدين اهي. لا استني انت لقيتي شوف قال حاجه فمسكتي فيها. بالنسبه لبتاعتك ده ايه ده؟ اسكتي يا ماما. انا شايف محترف. احنا هنخسر بعد. احنا مش هنقف نتفرج على بعض. انا مش هقف اتفرج عليكم وتتخانقوا. هنخسر بعد عشان. لا 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 بصراحه انا مش هقف اتفرج عليكم وتتخانقوا. بصي يا شيف. بصي يا شيف استنوا. بص لا ده 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 بصوا بصوا يا جماعه. حاجه هو جوزي بيحبها كده مع انه اتخانق معايا قبل كده. طلعي لي سمنه. مشكله هو بيحبها كده. لا انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم مبدئيا. انا تمام خلاص خلصت. طب ايه رايك يا شيف في طعمه؟ هو مش هياكل تاني. الناس كده خدت فكره ان اكلنا طبعا. استغفر الله العظيم يا رب. لا 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 والله زي الفل. لا والله زي الفل. انا تمام جدا. انا ما عنديش حاجه اقدر اقولها غير اللي كنت قلته خلاص. احنا قلنا فيها. احنا طبعا واقفين جنب حضرتك. احنا ما نجيش حاجه يعني في اكلنا. بس انا بتاعتي الكوسه البشاميل. والله ما هنعترض. انا بقارنها جميل يعني. قول ازاي؟ انا مش هعترض ولا هتكلم ولا اقول حاجه ولا بتاع. قول ما تتكسفش يا باشا في البرنامج. برنامجك. لا ده برنامجي وبرنامجكم وده برنامج كل الناس والله. ما فيش. لا انتوا على راس اصحاب مكان والله. انا اللي ضيف عليكم والله. انتوا دقتوا الاكل انتوا الاثنين وقيمتوا الاكل لبعضيكم. جميل والله بصراحه. بس يعني والمشاهد كمان. هو ده شايف الحلقه ناشف ازاي؟ شوفي معلش ده اخضر. معلش. اه صح. الحلقه بقى المميزه. اختم بقى الحلقه ولا نقعد نتكلم لسه؟ عايزين نتكلم اتكلم. لا لا اتفضل. لا مش هتكلم. انا مش هتكلم. انا منكم. انت عندي. انت كومنت وانت قلتوه والكلام قلتوه. في شياكه كده اكتر من كده؟ لا والله ما ينفعش كل حد يقف قدام اتنين اخوات وامامير محترمين زي حضراتكم ونعيب بقى. ايه احنا بنهزر على فكره. وانا عارف انتوا بتهزروا. الكومنت بتاع الاكل. الاكل لطيف جدا وزي الفل. ولكن دايما كالعاده بندي احنا مستوى رقم واحد ورقم اثنين. وفي رقم اثنين للاثنين. وفي رقم واحد للاثنين. هما الاثنين النهارده قالوا لحضراتكم رقم 10. ايه؟ رقم 10. لا 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 والله انتوا طول عمركم في كل قمه طبعا رقم واحد وكل شيء. ولكن النهارده الحلقه زي ما احنا اتفقنا من اولها فيها حاجه غريبه انا ما اعرفش ايه هي. حتى الاكل طالع بسم الله ما شاء الله شكله غريب برضو. ليه انتوا ذقتوا وقلتوا عليه؟ انا عشان خاطر يعني اقول لكم ايه. انتوا منورتوني. ربنا يخليك. وشرفتونا. ده نورك. وتعلمنا النهارده حاجات مختلفه. ايوه اتعلمت منها. شوف بقى
احسن طاجن بشاميل تعرف تعمله. واحلى طاجن تعرف تعمل زيه؟ لا 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 انا ما اقدرش. انتوا احسن طبعا. دي كانت حلقتنا، حلقه بدون مراكز، حلقه ولا فيها اول ولا فيها تاني، حلقه جميله بسيطه. اشوفكم حلقه جديده ان شاء الله بنفس الميعاد. السلام عليكم.